سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. لرحاب القرآن فربي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. نعيش وإياكم في هذه الليلة المباركة مع كتاب الله عز وجل في فئة 20 جزءا. هكذا يا روح كوني نحلة لم تمل للنوم أو إغرائه، دونك القرآن روضا ناظرا فرش فيما شئت من أندائه. قدمي للكون من أزهاره شهده المشهود باستحلائه، لا ترومي غيره روضا فكم عفت طيبا شذ عن أشذائه. فالهدى في هديه والفوز في نهجه والمجد في إعلائه. أحييكم إلى ليلة قرآنية جديدة وأرحب في مستهلها بلجنة التحكيم معنا في هذه الليلة المباركة. بداية نرحب بالشيخ محمد علي المسوري رئيس اللجنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا. كما نرحب أيضا بالشيخ عبد الله بن قرموس عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. وكذلك نرحب بالشيخ محمد الأهدل عضو اللجنة، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. كما نرحب بالمتسابقتين معنا في هذه الليلة، تتفضل المتسابقة الأولى على يميني بالتعريف باسمها. الاسم سندس محمد حسين عبد الله، أدرس في حلقة الإمام الشافعي بمركز نور الهدى التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع مأرب، أحفظ المصحف كاملا وأسابق في 20 جزءا. أهلا ومرحبا بك سندس، وتتفضل المتسابقة الأخرى أيضا بالتعريف باسمها. عائشة يحيى محمد علي معكفي محافظة حجة، أدرس في مركز أبو بكر الصديق لتعليم القرآن الكريم الحلقة النموذجية، وهذا المركز تابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، أحفظ 20 جزءا وأسابق فيها. أهلا ومرحبا بك يا عائشة، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. والآن الكلمة للجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالإخوة المشاهدين في هذه الليلة الرمضانية المباركة، فأهلا وسهلا بالجميع. وأرحب بالمتسابقتين في هذه الليلة سندس وعائشة، ويتفضل الشيخ عبد الله بن علي بن قرموس لإلقاء السؤال الأول على المتسابقتين. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتسابقتين معنا، المتسابقة سندس محمد حسين عبد الله، والمتسابقة عائشة يحيى محمد علي معكفي. نبقى إن شاء الله مع السؤال الأول للمتسابقة الأولى. سندس، اقرأي من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
من عمل صالحا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يعملون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين أحسنت وبارك الله فيك جزاك الله خيرا ننتقل وإياكم إلى المتسابقة الثانية والمتسابقة عائشة ومع السؤال الأول اقرأي من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله
لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بارك الله في المتسابقتين معنا في هذه الحلقة، عائشة وسندس في فئة 20 جزءا. المشاهدون الأكارم، وكما هو واضح من خلال الآيات التي تليت، فعنوان هذه الحلقة زكاة الفطر، هو المعين لمن أراد إعانة، وهو المعين لغارف العرفان، هو آية الله العظيمة والهدى، وبه تزيد عزيمة الكسلان، وبه نزف إلى القلوب هدية، وبه يزيد القلب في اطمئنان، من رامه رب العباد بخيره فلسوف يرشده إلى القرآن. نتابع وإياكم إلى الفقرة الخاصة بالمفهوم القرآني. هذه الفقرة تتحدث هذه الليلة عن زكاة الفطر، نتابع. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان، رتل وأحسن صحبة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة المشاهدون الأكارم، في هذه الليلة نتحدث عن زكاة الفطر. زكاة الفطر هي زكاة تجب بالفطر من شهر رمضان. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول في تفسير قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، قال: صدقة الفطر. ومثله روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فزكاة الفطر واجبة كسائر الواجبات الشرعية. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا الوجوب يتعلق بمن ملك صاعا زائدا عن قوت يومه ومن يمونهم في ليلة العيد. والحكمة أيها الكرام من زكاة الفطر أن فيها إطعام للفقراء والمساكين، وأن فيها كذلك إدخال السرور عليهم. في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجاء عند الدارقطني بسند ضعيف أنه قال: أكفوهم عن طواف هذا اليوم. أراد الإسلام أن يفرح هذا المسكين في يوم العيد كما يفرح سائر الناس. ومقدار الواجب أيها الإخوة المشاهدون
صاعا من غالب قوت البلد، والصاع قدره العلماء 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، ويساوي اليوم 1.40 كيلو، ويساوي بالكيل اليمني المعروف 0.5 ثمن القدح، أي 0.5 الثمنة كما يقولون في العرف العام عند الناس في الكيل. وينبغي على المسلم أن يخرج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فهي تجب إلى وقت الغروب ويمتد إلى صلاة العيد. فقد ورد في الصحيحين أن ابن عمر من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، وجوز أهل العلم أن تقدم بيوم أو يومين. فقد ورد في البخاري وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، أو كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما روى عنه نافع. وأما مصارف زكاة الفطر فإنها مصارف الزكاة، وعند بعض أهل العلم أنها إنما تصرف على المساكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص عليهم في الحديث فقال طعمة للمساكين، ويجوز أن تخرج القيمة عند أبي حنيفة وابن حزم رحمهما الله عز وجل. ورجح هذا ابن تيمية، قال إذا كانت المصلحة في إخراج القيمة فإنه يجوز أن تخرج القيمة. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أخرجوا زكاة الفطر طيبة بها النفوس، فإنها زكاة واجبة وهي ختام الصيام وطهرة له. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وعودة مرة أخرى إلى الجولة الثانية من سباق هذه الليلة في فئة 20 جزءا، وإلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني على المتسابقتين. أهلا وسهلا بالمشاهدين من جديد وبالمتسابقتين. يتفضل الشيخ محمد أحمد الأهدل بإلقاء السؤال الثاني على المتسابقتين. السؤال الثاني نوجهه إلى الطالبة سندس محمد حسين عبد الله. اقرأي من قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حسبك، أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني مقدم إلى أو نقدم السؤال الثاني إلى الطالبة
عائشة يحيى محمد علي معكفي. اقرأي من قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حسبك، أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله في المتسابقتين معنا في هذه الليلة، وإلى حين إعلان النتيجة النهائية لهذه الحلقة نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، وعقب الفاصل نتابع فرقة الإنشاد التي تتحدث لحنا عن زكاة الفطر، ومن ثم نعود للاستماع إلى النتيجة النهائية للجولتين المتتاليتين في هذه الليلة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، معا لخدمة كتاب الله. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. رتل وأحسن صحبة القرآن. زكاة الفطر ذنوب لو كانت قديمة. زكاة الفطر عند الله عظيمة.
إلى درب السلامة يضاعف فضلها يوم القيامة تودي بك إلى درب السلامة وتحشر بالجموع المستقيمة زكاة الفطر عند الله عظيمة وتحشر بالجموع المستقيمة زكاة الفطر عند الله عظيمة زكاة الفطر عند الله عظيمة هنيئا للبشر محبة وجود وسلام وتلاحم وبين الناس كم تخلق تراحم محبة وجود وسلام وتلاحم بها صارت خواطرهم سليمة خواطرهم سليمة زكاة الفطر عند الله عظيمة زكاة الفطر عند الله عظيمة هنيئا للبشر ليه رحيمة ومن يعمل بها حصل غنيمة زكاة الفطر عند الله عظيمة المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم من جديد. ومن شرب الكتاب على خواء يجد عزا إذا ما الناس هانوا ويدرك أن وعد الله حق ويسعفه إذا خطب البيان. نبقى وإياكم إلى إعلان النتيجة النهائية بعد جولتين متتاليتين في هذه الليلة في فئة 20 جزءا بين سندس وعائشة، وإلى لجنة التحكيم لإعلان النتيجة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للمتسابقتين في هذه الليلة سندس محمد حسين عبد الله وعائشة يحيى محمد علي معكفي. حصلت سندس في الحفظ على 47.8، وحصلت في التلاوة على 49.8، فيكون مجموع درجاتها 97.6، وحصلت عائشة في الحفظ على 50 درجة وفي التلاوة على 48.8، فيكون مجموع درجاتها 98.8، وعلى ذلك فعائشة هي صاحبة المركز الأول في هذه الليلة. شكرا جزيلا للجنة التحكيم وبارك الله في المتسابقتين. بلا شك أن الكل فائز في هذا المضمار المسابقاتي القرآني، ولكن الحاصلة على المركز الأول معنا في هذه الحلقة هي عائشة يحيى معكفي التي حصلت على 98.8، والحاصلة على المركز الثاني هي سندس محمد حسين التي حصلت على 97.6. تتفضل الآن الحائزة على المركز الأول عائشة يحيى معكفي لاستلام جائزتها مبلغ وقدره 80,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضلي يا عائشة ومبارك عليك. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، مبارك عليك هذا النجاح. جائزة مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، وهذه شهادة مشاركة، جائزة 80,000 ريال. مبارك عليك إن شاء الله.
مبارك عليك، وتتفضل الحاصلة على المركز الثاني سندس محمد حسين التي حصلت على 97.6 لاستلام جائزتها مبلغ وقدره 60,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. تفضل يا سندس ومبارك عليك. مبارك عليك، نجاح طيب، هذه جائزتك وهذه شهادة، شهادة مشاركة. شكرا جزيلا للجنة التحكيم وبارك الله في المتسابقتين، والشكر أيضا موصول لوزارة الأوقاف والإرشاد الراعية لهذا البرنامج، وكذلك الشكر موصول للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم على كل الجهود المبذولة لإنجاح هذا البرنامج القرآني. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. لكن وقوف رئيس البعثة مع الوزير بنفسه في المنفذ، ووقوفه مع الحجاج في المخيمات، ووقوفه مع الحجاج في ميناء، كان له دور كبير في الحقيقة في التخفيف على الحجاج، والحمد شكرا لكم. وزارة الشؤون الإسلامية والقائم عليها فضيلة الدكتور أحمد عطية يعني تعتبر نموذج من نموذج الوزارات التي يعني حققت الكثير لأبناء اليمن بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها اليمنيون. أن مكتب شؤون حجاج اليمن كان أول دولة من 165 جنسية تنهي إجراءات حجاجها مكتملة في المسار الإلكتروني، وهذا شرف عظيم حقيقة. مشاهدينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم من جديد. حرصا من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتشجيع براعم القرآن الكريم لحفظ كتاب الله عز وجل، خصصت في هذا البرنامج فقرة خاصة تشجيعية لأطفالنا لبراعمنا، ونتابع وإياكم هذه الفقرة الخاصة ببراعم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فقرات حلقاتنا هذه المباركة تحلو اللقاءات مع براعم القرآن، مع أبنائنا وأطفالنا وصغارنا الذين يستحقون منا الرعاية والعناية والتشجيع على حفظ كتاب الله عز وجل. ومع ضيفنا لهذه الليلة، أهلا وسهلا بك يا بني، عرفنا بنفسك تفضل. الاسم عبد الخالق عبد الله خادم احمد قاسم يعقوب من محافظة الحديدة، ادرس في حلقة علي بن ابي طالب في مركز الرضوان لجمعية الضياء. اهلا وسهلا بك يا عبد الخالق، كم تحفظ؟ 14 جزء. 14 جزء. جزءا، ما شاء الله عليك. صف كم؟ خامس. صف خامس، الله يوفقك. طيب اقرأ من قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة
إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، أحسنت على هذا الحفظ وعلى هذه التلاوة والأداء الرائع. وأنت تدرس دراسة عامة وتدرس في الحلقة أيضا، كيف ترتب وقتك؟ أسير المدرسة للظهر وأرجع بعد الظهر، يعني أحفظ الحفظ والمراجعة، وأرجع العصر أسمع، وأروح للبيت أكتب الواجبات والعمل حق المدرسة. ما شاء الله ما شاء الله، مبارك عليك إن شاء الله. هذه نماذج أيها الإخوة المشاهدون من أبنائنا وبراعمنا وأطفالنا، هم أمل المستقبل، هم الذين سينيرون للأجيال القادمة بإذن الله عز وجل. وما أجمل أن تنشأ هذه النماذج الرائعة على كتاب الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. هنا يعني هدية مقدمة لك من وزارة الأوقاف والإرشاد، تفضل. يا مرحبا، أهلا وسهلا، ما شاء الله عليك، خليك هنا. هدية مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد لبراعم القرآن، 50,000 ريال تشجيع لهؤلاء الأبناء على اهتمامهم في حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، تفضل. بارك الله في براعم القرآن الكريم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما وأبدا. ولم يبقى إلا أن نذهب وإياكم لمتابعة الفقرة الختامية لهذه الحلقة، وهي فقرة خاصة بالجمهور. سؤال الجمهور يتعلق هذه المرة بعنوان هذه الحلقة، زكاة الفطر. نتابع الزملاء في الميدان. شكرا للزملاء في الاستديو، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في رحاب القرآن الكريم. مستمرون معكم في فقرة سؤال الجمهور، وسؤالنا لهذه الليلة كما تابعتم في فقراتنا السابقة يتناول موضوع زكاة الفطر، والسؤال: متى تكون الزكاة صدقة؟ مشاهدينا الكرام، يمكنكم البقاء معنا لمعرفة إجابة سؤال هذه الليلة. متى تكون الزكاة صدقة؟ تكون الزكاة صدقة عند أعطاها. السؤال ذكي يحتاج إلى تركيز. تكون الزكاة صدقة الفقراء والمساكين. هي للفقراء والمساكين ولا لمن؟ أيوة، الفقراء والمساكين.
وقت الحاجة. يعطيك العافية. متى تكون الزكاة صدقة؟ متى تكون صدقة؟ الزكاة صدقة عند لما يكون محتاج. عندما يكون محتاج. من المحتاجان؟ يتصدق عليه. هي في كل الأحوال للمحتاجين. أيوة بس تكون صدقة يعني في حالة الضرورة. إنه يكون مضطر. للأسف الإجابة خاطئة. بعد الصلاة. متى تكون الزكاة صدقة؟ في وقت الصلاة. يعطيك العافية. إجابة خاطئة. متى تكون الزكاة صدقة؟ الزكاة صدقة. الزكاة صدقة. ركز السؤال ذكيا. الزكاة ما تكون صدقة. شكرا لك. أعطيك العافية. طيب متى تكون الزكاة صدقة؟ كيف؟ متى تكون الزكاة صدقة؟ متى تكون الزكاة صدقة؟ في ركز. طبعا السؤال يحتاج إلى تركيز. متى تكون الزكاة صدقة؟ متى تكون الزكاة صدقة؟ اسمع شوية. متى تكون الزكاة صدقة؟ ايوه. عندك إجابة؟ إذا بها في حاجة ما اسمها واحد يجيهم مضطر في حاجة طوارئ. صدقة للمحتاجين. متى تكون الزكاة صدقة؟ في يعني في وقتها في رمضان. كيف في وقتها؟ في رمضان. متى تكون صدقة؟ متى تكون صدقة ومتى تكون زكاة؟ في رمضان الزكاة اسمها الصدقة، والزكاة في آخر رمضان. متى بالضبط؟ في رمضان. بأي وقت طبعا؟ برمضان، شهر رمضان ممكن. متى بالضبط؟ يعني زكاة الفطر. أيوة. متى تكون صدقة؟ صلاة الجمعة. ما أدري والله. يعطيك العافية. السؤال متى تكون الزكاة صدقة؟ متى تكون الزكاة صدقة؟ رمضان. متى في رمضان؟ في نص رمضان، في العشر الأولى من رمضان. للأسف الإجابة خاطئة. متى تكون الزكاة صدقة؟ متى تكون الزكاة صدقة؟ يعني وقت أيام العيد. كيف أيام العيد؟ يعني وقت العيد، يوم العيد، قبل العيد، قبل العيد، قبل الصلاة. قبل الصلاة ها؟ يعني يوم العيد. متى بالضبط؟ أسأل الأخ. متى تكون الزكاة صدقة؟ بعد صلاة العيد. أوضح الإجابة كيف يعني؟ يعني من بعد صلاة العيد تعتبر صدقة، من قبل صلاة العيد في ليلة العيد إلى قبل الصلاة تعتبر زكاة. الإجابة موفقة طبعا. مبروك عليك، فزت معنا بجائزة فقرة سؤال الجمهور في برنامج في رحاب القرآن. مشاهدين الكرام، حصلنا على إجابة لسؤال هذه الليلة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبارك عليك الجائزة. شكرا جزيلا لزملاء في الميدان، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرمضانية القرآنية. إلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سبحان سعينا لرحاب القرآن فهو
أشواقي أتينا للقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواقي أتينا للقاء الأحباب سعينا برحاب القرآن فهبي أنسام الجنة علينا أنسى من جنات علينا أنسى من